الله يسلمك، السلام عليكم، فرحان وسعيد بتواجدي معكم. بون لا شونسون انت مش استوار، شونسون اللي خرجت دانييرمون في كلمات عبد القادر ناير، توزيع كان مع حسين بن قرنه مع ليكيب تاعي اللي نخدم معاها. ليدي كانت اوريجينال باسكو حنا درنا لايف ديريكت في لا راديو، وحسينا مع ليكيب باش نطلقوا الاغنيه من لا راديو، وهذه هي الفكره اللي عجبت الجمهور، والحمد لله الاغنيه راهي الناس قاع حبوا لا شونسون هذه، وعاودت وليت شويه لو ستيل القديم اللي كنت نخدمه في 2006 2007، كنت نخدم هذا الستيل عاودت وليت له. ان شاء الله دوك رانا على نهاية 2019، ان شاء الله في 2020 كاين دي بروجي اللي راهم جايين ان شاء الله، دي فيتورينغ، وكاين سي دي شونسون سوا سونتيمونتال، ولا دي شونسون اللي فيهم شويه لومبيونس، دوك راني نوجد فيهم انا على العام نوجد. اسمع ما الانتاج تاعي ما يحبش دوك، اشاك فوا نشوفك اشاك فوا تخرج شونسون تعجب البيبليك نعاود موراها تاني نخدم مع شونسون جديده. حفلات راس السنه ان شاء الله اللي راح تكون في باريس ان شاء الله، وابري كاين تورني في الامارات ان شاء الله في شهر جانفي، وان شاء الله كاين حفلات تاني هنا في المغرب ان شاء الله. ليديو ديجا باش ينجح ديو لازم كاين عوامل باش ينجح ديو، ومن بالعوامل انه الفنان اللي راح تتعامل معاه ولا هذا هو تاني راح يزيدك ويكون فنان. وحنا وانا دائما ندرس الاغنيه، ونسمع الاغنيه ما نجيبوهاش هكذا، ما نتفاهموا عليها لي دو، حنا نتفاهموا عليها لي دو زينه، باسكو قريبه في الافكار، قريبه في الراي، قريبه في الحوايج اللي نخدمهم. وخدمنا دي ديو كانوا ناجحين الحمد لله، هذا هو المغزى من الخدمة تاعنا. الشيخ كادر جابوني، احنا ماشي غير يقولوا لنا شيخ، باسكو لي شونتور اللي تلقاهم احنا كي يبدا يقدم واحد يبدا يكبر شويه يبدا يعيط، ما تقدرش تقول للشيخ الواحد صغير. مي كلمه الشيخ انا دوك نعتز بها، مي ليسونسيال يكون ابداع ويكون انتاج في محله، والناس دائما والجمهور تاعك تكون في حسن ظنه، هذاك هو الصح. واش راح نقول لك انا الراي، انا دانييرمون حطوا لي هذا السؤال تاع الراي تبدلت ميم لا جينيراسيون دي تبدلت. نحترم كاع الفنانين، لانه اي فنان سواء بدا البارح ولا بدا اليوم او عنده جمهوره، دونك لازم واحد يحترم هاد الفنانين. مي الراي يقعد راي، لانه الراي ما تقدرش تبدل حاجه واسمها الراي، لانه الراي اللي فيه كلمات نقيه واللي تعلمناه وفيه موسيقى نقيه، هذا هو اللي الانسان لازم يحافظ عليه ما تبدل لا جينيراسيون. مي لا شونسون راي تقعد توجور بروبر، يكونوا كلمات نقيين. انا في نظري هذا هو الراي اللي تعلمناه من بكري من المشيخه، وعلى الناس اللي قبلنا كانوا دائما يديروا دي سوجي اللي دي سوجي، ومازال الاغاني تاعهم اليوم من هذا ما تتنساش. هذا هو الهدف من الواحد باش يتبع هذا الستيل تاع الراي. واش خدا مني الوقت تاعي، خدا مني بزاف حاجات، وحرمني من ما نكتبش عليك. الناس دائما تشوفك فرحان، دائما تشوفك تقول راهو فواياجي منا. مي الانسان عنده فاميلته وعنده العائله تاعو، ماشي يقعد معاهم، ماشي اسم الفن ياخذ منك وقتك، ياخذ منك حياتك، ياخذ منك من صحتك تاني. دونك واش راح نقول لك، الانسان كي يكون يحب حاجه يساكريفي باش يساكريفي، وهاد لي ساكريفيس اللي يدير فيهم الفنان ما يجوش من العدم. دوك الانسان اللي تشوفه او ماشي في الطريق هيدا سيك عارف باللي هاد الانسان باللي خدم في حياته وسفر بزاف باش لحق هاد المرتبه اللي هو فيها، وباش خلى الناس دائما يثقوا فيه، ودار جمهور الناس تبعوه.
الفنتان يعطاني كل شيء، الحوايج اللي ما كنتش قادر نحققهم في حياتي كاع وانا صغير كنت نحلم بهم عطاهم لي الفن. دوك سي بور سا يقول لك المعادله هذه، الفن ياخذ منك ويعطيك تاني. دوك ميم الموسيقى، الموسيقى هذه هي الفنان دايما الموسيقى وش حنقول لك، الموسيقى قد ما تمد لها هي تمد لك، تحترمها تحترمك، تخليها تخليك. وإذا إذا كانت عنده الموهبة، إذا ما كانت عنده الموهبة أنا نكون أول معارض لها، وما عندهش موهبة ما يقدرش يدخل، لأنه هذا الفن لازم له موهبة ولازم واحد ما يقدرش يدخل. ديالك تقدر نشوفه دي ناس دخلت وعاود تخرجت خاطرش ما كانش لا باز، ما كانش الموهبة. مش حنقول لك ربي يحفظها لنا ان شاء الله، يحفظ كل الامهات ان شاء الله، ربي يطول عمرها ودائما يخليها سند لنا ان شاء الله. قلت لك انا الحكايه الجابونيه من اللي كنت صغير، هما يعيطوا لي هاد لونو هاد لي سورنو اللي كاينين في لي كارتي بوبيلا، دائما كاين واحد يعيطوا له هكا باسمه، وانا كلمه جابوني اللي صحت فيها. ومن بعد ابخي مع لي زيديتور اللي خدمت معاهم وحنايا في الرايه، كي تعرفي كاين الشبكه داير بزاف عندنا التفريقة باش نفرقوا بين هذا وهذا، دوك دارت الجابوني والناس عرفوني بالجابوني، ما حبيت نبدلها ما قدرتش نبدلها باسكو الناس قاع حبوها. كلمة أخيرة للجمهور، نوعدكم إن شاء الله الجديد راح يكون في 2020 وكما وعدناكم إن شاء الله، وربي يحفظكم. ميرسي بوكو، وإن شاء الله نتلاقاو في فرصة سعيدة إن شاء الله.